إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من دواحي مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة بوسكورة كنسة تابعة لتراب عمالة بوسكورة. متابعينا الكرام كنسة جوج، أكيد متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معني، يعني بعد التطاولة بعد هاد التساقطات عفوا المطارية الأخيرة اللي كانت، يعني الحمد لله احنا كنشوفوا ان الاراضي الفلاحية تاش يعني كتخضر، اكيد متابعينا الكرام اننا دائما ما كنقولوا الله يرحمنا والله يسقينا والله يعطي، يعني الله يعطينا على قد النفع، خصوصا اننا في موسم فلاحي واللي يعني كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يسقينا لحقاش واقفين على الشاي اللي شفنا، يعني النسبه ديال الابتلاء ديال السدود في بلادنا، فهي اكيد متابعينا الكرام كيف ما كيعرف الجميع انها في انخفاض. شي علاش كنا صلينا صلاه الاستسقاء، شي علاش كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمنا ان شاء الله. اذا متابعينا الكرام، العديد من الأراضي الفلاحية متابعينا هنا، شاهدوا معنا يعني كمل ما دورش عينك، المساحات الخضراء اللي متابعينا الكرام كتشاهدوها دابا تبقى متنفس العديد من العائلات باش انهم يعني يجيو ويزوروا هاد المناطق اللي قريبة من مدينة الدار البيضاء، يعني اللي كتكون فيها واحد الراحة بيئية واحد الجمالية كبيرة. متابعينا الكرام العديد من العائلات ومن الاسر يعني كيخليو ستريس صداع ديال مدينة الدار البيضاء ومجاور، كيجيو هنا من اجل يعني النزهه والفسحه.
الكرام الى وناقش معكم هذا المباشر. نتلاقى معكم ان شاء الله في مباشر اخر الى ذلك الحين، الى اللقاء.